مشاكل حضرتك في المدرسة ايه؟ مشاكل ان هنا في الشباب نطوا على سور المدرسة، مضايقة برضو، ومحدش هنا عامل برضو حاجة، والزحمة برضو، البنات ما تكون طالعة برضو، في مضايقة من الشباب. العيال بتنطوا على السور، المستر بيلمنا في الفسحة، وعيال هنا بتيجي تثبت عيال تاخد منها فلوس. مشاكل بس هي مثلا هم خارجين على القانون، ساعات بيجوا هنا في طلبة بتيجي من مدرسة تانية بتقتحم المدرسة، بتقطع السور، بتقتحم الحمامات، معاكسة بنات، ألفاظ، تكاتك، كل حاجة زي ما تقول. شفت تكاتك، شفت الشباب بتاعتنا اللي شفنا عايز ايه؟ اللي شفنا لسه علينا طول، لسه علينا حاجة من ورا كده، مكتوبة كبيرة يلا بتاع السور اللي عاكس كده، اللي شفنا شكلها وسخة كده. لا صحيح، يدفعوا علينا طوب، يكلموا معانا، وساعات بيزقونا على بعض، بيزقوا نفسهم علينا، وهم بصراحه يعني مشاكل فظيعه هنا جدا، لان حد في طوب علينا، وممكن يبقى واحد عرفنا ينشر ارقامنا والكلام ده، فصعب يعني بصراحه.